السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ كل عام وحضراتكم بخير دايما وفي اسعد حال وفي اتم صحة يا رب العالمين. في الحقيقة بعمل الفيديو ده النهاردة مخصوص اهني فيه اخواتنا الاقباط، اقباط مصر. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الغطاس المجيد. كل سنة وحضراتكم دايما بخير، وربنا يجعل كل أيامكم يا رب سعادة وهنا وفرحة دايما يا رب. وبهني طبعا جموع الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، كل عام وحضراتكم دايما بخير ودايما في محبة وفي سعادة وفي هنا يا رب العالمين. وربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه ويحقق لكل حد فينا أمنيته ويسعدكم. وبندعي كلنا رب العباد يرفع عنا البلاء والغلاء والهم ويفرج همومنا ويصلح أحوالنا ويسعدكم يا رب العالمين. كل عام وحضرتكم دايما بخير وسعادة وهنا وفرحة. بس والفيديو كله.